اي ست لو عندها تاخر حمل غير معلوم السبب وعدى عليها اكتر من سنه ونص جواز، ده تلجا الى الحقن بجهاد. الستات اللي هم عملوا اشعه بالصبغه وانتظروا 6 شهور بعد عمل اشعه بالصبغه بشرط انه ازواجهم في السائل منه كويسه جدا، لانه في نسبه 25% من الناس ممكن تحمل بعد الاشعه بالصبغه، وانتظروا اكتر من 6 شهور ولم يحدث حمل بصوره طبيعيه، هم دول اللي بيلجأوا للحقن المجهري. في بعض السيدات اللي بتلجأ الى منظار البطن وعندها تكيسات او ازاله اكياس، وبعدين الطبيب اللي بيعالجها او بيعملها منظار بطن بيقول لها خدي فرصتك للحمل الطبيعي 6 شهور عن طريق متابعه التبويض العاديه. بتتابع التبويض ولم يحدث حمل، دي برضه بتلجأ الى ما يسمى بالحقن المجهري. في بعض السيدات بتتابع تبويض من 3 ل6 شهور وتاخد مجموعه كبيره جدا من التنشيط ومن المنشطات ولا يحدث حمل بصوره طبيعيه، المجموعه دي بتلجأ للحقن المجهري. يبقى في شروط ومعايير بتلجأ بها بعض السيدات للجوء الى ما يسمى بالحقن المجهري: مرور سنه ونص جواز، 6 شهور بعد الاشعه بالصبغه، 6 شهور بعد منظار بطن، متابعه تبويض من 3 ل6 شهور، عندهم تاخر حمل غير معلوم السبب. دي مجموعه اللي هي قد تبدو الفحوصات بتاعتها كويسه جدا ولم يحدث حمل بصوره طبيعيه. هذه المجموعه في بعض ازواجهم بيكون عمل عمليه دوالي، لو انتظرنا برضو بعد الدوالي ولم يحدث تحسن في الحيوانات المنويه ولم يحدث حمل بعد الدوالي، هي دي كفيله باللجوء الى مسمى بالحقن المجهري. احنا بنقول الناس اللي يعتبر ما عندهمش اسباب لتاخر الحمل، اللي هم كانوا بيتابعوا طبيعي، اللي عندهم تاخر حمل غير معلوم السبب وخدوا فرصتهم في الفحوصات التقليديه ما بين منظار بطن واشعه بالصبغه ومتابعه التبويض ولم يحدث حمل بصوره طبيعيه، هم دول المجموعه اللي احنا بنلجأ للحقن المجهري. بالاضافه طبعا للاسباب اللي احنا عارفينها، سواء بقى انسداد في الانابيب، انعدام في الحيوانات المنويه، دي اسباب تانية لها علاقات معينه. وبالتالي اذا لم يحدث حمل بصوره طبيعيه في الناس اللي عندهم تاخر حمل غير معلوم السبب، يعني الزوج كويس والزوجه كويسه وكل الفحوصات للزوجين كويسين جدا، هذه مجموعة بعد مرور فترة زمنية معينة أو مرور فترة زمنية بعد إجراء الفحوصات التقليدية عندنا، هي المجموعة التي تلجأ للحقن المجهري. طب قبل ما تلجأ للحقن المجهري، في بيبقوا متزوجين بينهم 9 شهور أو سنة، بيقولوا إحنا عايزين نعرف أنسب وقت لممارسة العلاقة الزوجية. عشان أعرف إنه أنسب وقت لممارسة العلاقة الزوجية عند كثير جدا من السيدات، لابد إن أنا أتبعها بالتبويض. رقم 2، أشوف هل هي هذه الدورة منتظمة ولا غير منتظمة. ولو هي منتظمة، في دور في ستات في دورتها 21 يوم، وفي ستات دورتها 28 يوم، وفي ستات دورتها 35 يوم، لأن انتظام الدورة طبيعتها ممكن من 21 يوم ل 35 يوم. يبقى كل سيدة مش شرط يكون التبويض عندها في اليوم ال 14، في بعض السيدات ممكن يكون التبويض عندهم في اليوم ال 21 وبيحملوا في اليوم ال 21، فمهما يحدث علاقة زوجية في اليوم ال 13 أو ال 14 من الدورة لن يحدث حمل. وفي بعض السيدات اللي هي دورتها قصيرة، اللي هي دورتها مثلا 21 يوم، قد يحدث تبويض ابتداء من اليوم التاسع أو العاشر أو ال 11. يبقى احنا مش عايزين نقول لكل السيدات انه اي سيده عايزه تحمل تروح يحصل علاقه زوجيه بينك وبين جوزك في اليوم ال 13 او ال 14، احنا لازم نوعي الساده المشاهدين ان كل سيده بتختلف عن الاخرى في ممارسه العلاقه الزوجيه في وقت التبويض، يعني التبويض بيختلف من سيده لاخرى. التبويض قد يكون تبويض طبيعي اللي هي في بعض السيدات دورتهم منتظمه مش محتاجين ادويه تنشيط، البيضه بتصل الى حجم 18 الى 21 ملي. انا بنصح كثير جدا من السيدات اللي انا وصفتهم دول انه اي سيده لا تلجا الى اي طبيب يديها ادويه تنشيط في هذا التوقيت. ليه؟ لان انا طبعا ربنا مديني مبيض قادر على افراز بويضه بحجم مناسب بجوده عاليه، لماذا اللجوء الى ادويه التنشيط؟ انا ممكن الجا لادويه التنشيط بجرعات مخفضه جدا في بعض السيدات اللي عندهم عدم انتظام في الدوره، في بعض السيدات اللي عندهم ضعف في التبويض، يبقى انا ابدا انظم الدوره، ابدا ادي ادويه تنشيطيه بطريقه معينه. في الست اللي انا تابعتها مره واثنين وثلاثه وكان عندها ضعف في التبويض، هم دول دي مجموعه قليله اللي انا ابدا ادي جرعات تنشيط مخفضه جدا عشان استطيع من هذا المبيض انه يكون قادر على افراز بويضه بحجم مناسب. وقتها بتخضع عمليه العلاقه الزوجيه للتوقيت اللي انا بحدده بناء على كبر حجم البويضة. انا بقول لهذه السيده ان انا تابعت لحضرتك التبويض وانه حجم البويضة وصل الى 18 ل 21 ملي، ببدا اديها حقنه مفجره كمساعده مني ليها ان انا ارفع من جوده هذه البويضة وان انا ابدا تنفجر هذه الحويصله حتى تستطيع البويضة الوصول الى قناه فالوب وتخصب بالحيوانات المنويه. يبقى ديت برضو مجموعه من السيدات استطيع ان انا اساعدهم في الوصول للحمل بصوره طبيعيه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. الكريم محمد أحمد حسين، سن 46 سنة، الوزن 165. الدكتور كريم صبري من علماء مصر المحترمين اللي احنا نحاول معه نستفيد من علمه في مجال الطب في التحديد. طبعا مشاكل الوزن الزائد لها أثر كبير على القلب وعلى المفاصل والحركة والنشاط الدائم في الحياة. معرفتي كانت بالدكتور كريم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن القنوات الفضائية في جمهورية مصر العربية، والحمد لله النهاردة دي نعمل عملية تحويل مسار معه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. تكميم معدة من العمليات الهادفة إلى إنقاص الوزن فعالة في يعني إن إحنا ننزل وزننا، وخصوصا بتعالج كمان بعض الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. بنحاول نكون ما عندناش ارتجاع في المريء، بنحاول نكون من الناس اللي هم مش محبي السكريات بشراهة، يعني الناس المدمنة للشوكولاتات والآيس كريم بنحاول نعملهم تكميم مش تحويل مش تكميم معدة. يعني طبعا احنا العمليه بتجرى باستخدام المنظار الجراحي خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. الدبسات يمكن المستخدمه سواء كوفيديان او جونسون، قطرها صغير جدا. الليجاشور او الهارمونيك، طبعا في بعض الحالات الثانيه بنستخدم هارمونيك، ده ليجاشور القطر بتاعه صغير جدا، بيستخدم في يعني فصل الدهون عن المعده. الدبسات المستخدمه في العمليه قطرها يمكن صغير جدا، في بتدخل خلال فتحات صغيره، الطول 6 سم، 3 دبابيس يمين 3 دبابيس شمال بتقص في النص. الحقيقة طبعا عملية تكميم المعدة هي من العمليات السهلة في إجراءها. يعني بعد العملية بساعتين بنتمشى، 6 ساعات بنشرب، إقامة يعني أقل من 12 ساعة ما بعد العملية، بنقعد يوم في البيت، بننزل نشاطنا الطبيعي أو ننزل شغلنا بعد يوم من يعني المستشفى أو من العملية. المتابعات بعد العملية طبعا يمكن بتكون بعد 10 أيام، بنشوف المريض مرة بعد 10 أيام ومرة بعد شهر، بندي فيها التعليمات اللي تمشيه في خلال الفترة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. أنا يعني هقول لكم الخطوات الأولى في عملية تحويل مسار المعدة المصغر. طبعا أعرفكم بالتيم الجراحي، دكتور محمد فطين، دكتور سامي زودي، دكتور محمد بيزوي، دكتور يحيى خالد، والكاميرامان أستاذ يوسف واستاذ عبدو. الحقيقه طبعا احنا بنعمل حاجتين، اول حاجه منهم احنا بنعمل المعده، بنفصل المعده الى جزئين. يعني الناس اللي عايزه تفهم يعني ايه تحويل مسار المعده، احنا بنفصل المعده الى جزئين. الجزء اللي هو على شمالنا ده المعده اللي احنا هناكل فيها، ودي مساحتها ما تكونش كبيره، يعني دي مساحتها ما تكونش كبيره. الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبه المعده اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع او غدد الجوع. الحقيقه طبعا احنا لازم نسلك المعده تسليك جراحي يعني بصوره كافيه، بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبه المعده، وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي. اللحظه دي طبعا احنا بنوصل المعده بالامعاء، دي الامعاء، ده الجزء المستبعد، ده الجزء اللي هنوصله بالمعده، بحيث الاكل هيمر من المعده من هنا الى نهايه الامعاء بصوره مباشره. خلينا نركز مع بعض دلوقتي ونشوف الخطوه دي بتمشي ازاي. الدباسه طبعا زي احنا شايفين بتوصلوا من بعض، بتدبس وتقص في نفس اللحظه زي ما احنا شايفين كده اهو. زي ما احنا شايفين ممكن ندخل بالكاميرا هنا دلوقتي، الامعاء اتصلت بالمعده بصوره مباشره، يعني الاكل بمر من المعده الى نهايه الامعاء بصوره قد تكون مباشره. وبعد كده هنقفل الفتحه دي وخلاص تبتدي العمليه، خلاص انتهت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقفل دي دلوقتي حالا. اخر خطوه في تحويل مسار المعده المصغر ان احنا بنعمل اختبار تسريب
اختبار التسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعدة ودبابيس نحطها تحت بريشر عالي بحيث ان احنا نكتشف اذا كان في اي غرز يعني محتاجة تأكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبة التسريب. وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي، بنحقن مادة زرقاء بكمية تحت ضغط عالي. هنشوف دلوقتي، اتفضل. فبنخلي المعدة والامعاء عاملين زي البالونة كده بحيث ان يبقى فيه اي كل الامعاء تحت بريشر عالي، فانا بنطمن عليها خلاص. يعني دي تعتبر انتهت العملية. المعدة بنراجع تاني، ممكن نرجع بالبوجي. دي المعدة الجديدة، دي المعدة المستبعدة، ودي الأمعاء اللي وصلناها، دي عملية تحويل مسار المعدة المصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. النهارده كان على ايد الاستاذنا الدكتور كريم صبري، عالم الكبير في مجال جراحه السمنه. احنا بنشكره، العمليه عدت بسلام الحمد لله، وكان بعد ساعتين من اجراء العمليه مشيت والحمد لله صح افضل كثير يعني. وبنصح الجميع، الدكتور كريم صبري من الاشخاص اللي ايديه تتلف بحرير. شكرا لي وشكرا لفريق العمل معه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه احنا بنطمنكم على الحاج عبد الكريم. الحاج عبد الكريم 165 كيلو، الحقيقه احنا عملنا له تحويل مسار. احنا بنفضلها في الوزن العالي، يعني في الاوزان اللي هي يعني الكبيره فوق 150 كيلو، الافضل يعني نعمل تحويل مسار، هي من العمليات القويه جدا في انقاص الوزن. العمليه طبعا بتعمل يمكن كمان مش عشان الوزن الكبير قوي، لكن كمان ممكن تتعمل لعلاج مرضى السكر يعني لو ما كانش حتى وزنهم زياده عن اللزوم. يعني ممكن لو قسمنا وزننا على طولنا مرتين، لو طلع اكتر من 30 احنا بنعمل عمليه تحويل مسار كعلاج لمرضى السكر حتى لو كان وزنهم مش كبير. الحقيقه طبعا ان تحويل المسار هي من ضمن العمليات الفعاله في انقاص الوزن، يمكن تدي يمكن راحه شويه في اكل السكريات، لان هي بتقلل السكريات، اكل السكريات بتقلل امتصاص السكريات اكتر من 70%. في الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء او حموضه يعني زايده، او ارتجاع في المريء او الم في فم المعده، طبعا دي بتقلل الارتجاع شويه. الناس كمان اللي هم عندهم ارتفاع في نسبه الكوليسترول والدهون الضاره في الدم، يمكن تحويل المسار عمليه مفيده اكتر من التكميم في الجانب ده. هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه ليله واحده في المستشفى، في خلال 12 ساعه بنكون خارجين من المستشفى. يمكن التعليمات اللي هي بعد العمليه يمكن زي التكميم، مفيش اختلاف معين، بنتابع بعد 10 ايام مره وبعد شهر مره كمان، وبناخد التعليمات بتاعتنا. يمكن بننزل شغلنا كمان بعد يوم من العمليه، يمكن نقعد يوم بعد العمليه، بعد الخروج بنقعد يوم ونخرج بسلامه نمارس نشاطنا او شغلنا العملي، لان العمليه طبعا زي ما عرفنا ان هي بتجرى بالمنظار الجراحي خلال فتحات صغيره، مش فتح جراحي يعني، لكن خلال فتحات صغيره، ودي اللي بيسهل الاعاده او ريهابيتيشن للوضع الطبيعي، وان شاء الله يستفيد من العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. احدث التقنيات الامريكيه لجراحات السمنه، تحويل مسار المعده بالمنظار، تكميم المعده بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة وعندنا ثلاث فقرات.
فقرتنا الأولى هتكون في ضيافتنا فيها دكتورة نرمين خرشد، والفقرة الثانية دكتور أحمد كميل، أما الفقرة الأخيرة دكتورة دينا أبو السعود. بس الفقرة الأولى طبعا احنا هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، وهي مشاكل الشعر بقى المختلفة. وطبعا ده هيعجب ناس كتير قوي، لأنه ما فيش حد فينا في يوم من الأيام ما حصلتلوش مشكلة في شعره، ده إذا كانت كمان المشكلة دي مستمرة معاه لفترة طويلة، تساقط، هيشان، صلع، الشعر خفيف، الشعر ما بيطولش، الشعر مش عارفة ايه. يعني بتلاقي كل الأعمار عندها مشاكل في الشعر، ما فيش بيت بيخلى من حد عنده مشكلة إلا إذا كان بقى في أكتر من حد، أو حتى الموضوع وراثي. أعتقد الأمور تطورت بشكل كبير في موضوع علاجات الشعر المختلفة، حتى في زراعات الشعر الموضوع بقى سهل وبسيط ومختلف بشكل كبير عن زمان. هنتكلم عن مشاكل الشعر المختلفة والتقنيات الحديثة مع ضيفتي العزيزة دكتورة نرمين خرشد، استشاري جلدية والليزر بالمركز الطبي. ازيك دكتورة نرمين؟ ازيك يا هنا. حلقات الشعر الناس بتبسط بيها قوي، أكيد. يعني دايما يقولك اعملوا حلقات عن الشعر، مفيش حد اتكلموا عن الشعر. ممكن يكون في حد اصلا انت جالك يعمل حاجه تانية في وشه مثلا ما لهاش علاقه بالشعر، قلت له دكتوره شعري بقى بالمره في مشكله مش عارفه ايه. تحبي نتكلم عن ايه الاول؟ عن تساقط الشعر. إذا الأول نعرف في أنواع تساقط كتير، وفي إمتى الأستاذة أو الأستاذ يبتدوا يتخضوا ويلجأوا على طول للدكتور عشان في تساقط في الشعر، مش عشان شعرتين ثلاثة لقوهم على أرض الحمام هيبقى في مشكلة في الشعر. بس هو الفعل موجود دلوقتي، الناس كلها بقت شعرها بيقع، من سواء يعني بداية من الستريس وقلة التغذية، للي عندهم مشاكل من الصلع الوراثي، للبنات اللي عندها تلاجن فلوفيوم من سواء من تغذيتها الخاطئة أو من الأنيميا المنتشرة جدا، عمليات السليف والباي باس والأنواع كتير اللي البنات كلها على طول ماشيه وراها، الحاجات دي بتوقع لهم شعرهم جدا. لان هي العادي انه الشعر بيتاثر من اي حاجه من اول دور برد، يعني انت لو جالك دور برد 3 شهور وتلاقي شعرك ابتدى يتساقط شويه زياده. الصبغه، الفرد. لا لسه ما ابتديتش على الحاجات الغلط، ده انا بتكلم على اليوميه، الحاجات العاديه اليوميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الشامبوز الغلط ولا التغذيه الغلط، ولا اتكلمنا عن الستايلنج كتير، ولا الحاجات بتعمل بقى من فرد وكيراتين وبروتين والحاجات المدمره للشعر دي. والمشكله ان هي الناس بتعملها على انها علاجيه، يعني بتروح تسيك الكوافير وتقول انا عايز اعمل ايه بقى العلاج فيها، اعالج شعري بالبروتين واعالج شعري بالكيراتين. الحاجات دي مدمره، مدمره فعلا، يعني بتعمل فعلا مشاكلها بتبقى كتير. ومشكله ان هو الاول يعني الحد الاول بتروحي الكوافير يروح قايل لك كده وان ده علاج، وتيجي بعد 6 شهور الشعر متدمر وتقولي الدكتور بقى حلها لي دلوقتي. يعني الحصائل السحريه بقى تطلع. لا لا طبعا. يعني برضو نتكلم عن انواع التساقط. من اشهر النوعين هما التالوجين افلوفيوم والاندروجيناتيك الوبيشيا. اندروجيناتيك الوبيشيا معانا صور؟ معانا صور. طب نعرض الصور. هنعرض الصور بتاعت الاندروجيناتيك الوبيشيا سواء في الرجاله او في الستات. هنا في الرجاله دي المراحل بتاعتها. الاول بتبتدي انه الجناب تسحب، وبعدين شويه شويه الشعر بيخف ويهيش ويضعف اللي فوق الرجال، ها لغايه هو الاثنين رجاله الحقيقه. اوكي. الصوره اللي بعدها نشوف اللي بعدها. دي بقى في السيدات بتبتدي الاول بالكريسماس تري ابييرنس، تلاقي شويه الفراغات ابتدت توسع في وسط الشعر وابتدى الفروه تبان. بس في ناس ثانيه بيبقى من عند الجبين. ما هو الكريسماس تري الاول الفرقات لما تلاقي لها فرقه، الفرقه مش مستقيمه، الفرقه مليانه كانها عامله زي كريسماس تري. وساعات بتسحب من الجنبين وتبتدي تسحب معاها. دي تالجن افلوفيوم، دي اللي عند البنات بقى العاديه من انيميا، من قله تغذيه، من شد شعر. تلاقي الجناب ابتدت تسحب والشعر بقى فيها خفيف مش كاسي. ده معظم البنات كده بالظبط. دي بقى بتسحب جامد وبتدي بيبقى في ثيننج هير، بيبقى في شعر كتير قوي، بس بقى اللي صغير صغير مش كاسي ومش غير صغير. ده بيطول. ما هو دي بقى المشكله. ان هو بيقف عند كده، المفروض ان البيبي هير ده يطول ويكسي، ده الشعر اللي بيتجدد. لكن احنا لما بنكبر الشعر هو بيطول وبيتقل. ما هي عندها مشكله. فانا بعالج المشكله دي في الشعر الصغير الرفيع ده، يبتدي يتقل ويطول ويبقى شعر طبيعي. فما هي هتلاقيها بتيجي تشتكي انه بقى لها كتير قوي شعرها بطل يطول، وان البيبي هير ده على طول موجود بس مش بيطول. ما هو هي مركزه معاه، هو لسه بيبي هير في شهور ما بيطولش. ساعتها بيبقى في مشكله يعني بنحددها الاول بشويه تحاليل بنعملها لها، زي ما طبعا في ساعتها كلينيكال اكزامينشن بيبقى في اشكال معينه باترن معينه. صور ثانيه للحاجات دي هنشوف لسه هنشوفها دلوقتي. دي يعني بالباترن من الباترن بنعرف هي عندها ايه، على اساسها بختار التحاليل اللي بطلبها منها.
هنا بقى دي النتائج بتاعت التيلوجين افلوفيوم. بصي هي دي الجناب كانت ساحبه والفرقه كانت وسعت. دي اللي هي عند معظم البنات اللي هو في تساقط زياده في الشعر بس في كل الاماكن مش متحدد في المنطقه الاماميه في الشعر. دي بتدي نتائج حلوه جدا بس بجلسات البلازما مع فيتامين بتاخدها بتدي نتائج رائعه. بتشوف فعلا بعد 3 شهور الشعر ابتدى يطلع ويتقل. هنا الاندروجيناتيك الوبيشا دي بقى المرحله الرابعه منها. دي لما بتيجي بدري دي بقى اللي بنحتاج لها اجريسيف تريتمنت شويه سواء سبراي هات مع ميزوثيرابي او بي ار بي. زمان كان الميزوثيرابي الناس بتخاف منه جدا وبتقلق من الحقن والوجع. دلوقتي بقى بتتعمل باجهزه ما بقتش وجع ساعه ولا كل ساعه. بصي الاول حتى ساعات كان فعلا الناس من الالم ما بتقدرش حتى على الساعه دي. دلوقتي بالاجهزه الجديده بقينا بنحقن من غير ما تحس بالم تماما. وبعمل كمان ستيميوليشن لل للدوره الدمويه في الشعر فوصل دم اكتر غني بفيتامينز. انا ماليه جسمها فيتامينز يعني هبقى بديها فيتامينز للشعر وكمان هبقى بديها ادويه توبيكال فيها فيتامينز وفيها مواد تحفز الدوره الدمويه في المكان. فتلاقي الشعر بقى بيوصل له دم اكتر يبتدي شعرها تتخن. انا مش بس عايزه اتقل الشعر انا عايزه اتخن الشعر الموجود عايزاه يطول بسرعه وعايزاه يبقى فيه لاستر ما يبقاش فيه لاس اوف لاستر يبقى بيلمع وصحي. فالحاجات دي اقدر احددها احققها ازاي باني ازود الدوره الدمويه للمكان اللي هي بنعملها بالاجهزه اللي احنا بنستخدمها قبل الحقن. طيب دلوقتي انا بس عاوزه اعرف حاجه هو التساقط يعني انا واحده شعري بيقع زيه زي انا واحده شعري ما بيطولش يعني هي نفس الموضوع. بصي لا دي حاجه ودي حاجه. في ناس بتقولك انا هو شعرها ما بيطولش وما بيتقلش. ما انت لاحظي حاجه انه في العادي اللي لازم يوميا بيقع من 50 ل 100 شعرايه بس يطلع غيرهم. ما هو وقت ما يبطل يطلع غيرهم هتلاقي شعرها بيقل في الكثافه وكمان ما بتطولش. فساعتها بتيجي هي بس مش واخده بالها غير انه ما بيطولش ما خدتش بالها من الكثافه بس هي الكثافه كمان بتبقى قلت. فدي انا لما بحقنها بلازما بتساعد جدا ان انا مش بس اطول انا اتقل لان انا عايزه الشعر شعر جديد يطلع. كل شعرايه ربنا خلقها بتاخد 3 شهور عشان تطلع تعيش من 3 ل 5 سنين وبعدين تبقى ميته بس في الفروه وتقع كل يوم من 50 ل 100 شعرايه في خلال 3 شهور زيهم. فانا عايزه الشعر يتجدد ويطلع غيره اللي هيعيش معايا 5 سنين. ما هي مش نفس الشعرايه اللي بتولد بيها هي اللي بنفضل بيها على طول. والله ده كله بيتجدد وبيتغير كله بيتغير. هي عمرها الافتراضي 5 سنين فانت ما فيش شعرايه في دماغك هي كانت موجوده من وانت صغيره. يا نهار ابيض الشعر بيطلع ويطول. فبتفرق جدا لما بنعمل لهم الحاجات التحفيزيه بنديلهم الادويه المظبوطه وبنديلهم الحاجات اللي الشعر فعلا محتاجها من عناصر النمو حاجات مغذيه وحاجات جروث فاكتورز بتزود بتسرع النمو. فدي بتخلي الشعر فعلا بتاثر وبتشوف فعلا نتائج سريعه جدا. طب عايزين نتكلم بس في بعد كده ايه اللي هيحصل يعني امتى انا امتى هروح للدكتور امتى هتخض على شعري أيوة. وامتى هروح للدكتور وايه اللي هيحصل. والله انا ابتديت لقيت في شعر بيطلع ازيد من لازم في الفرشه اكتر من 50 ل 100 شعرايه انا هلجأ على طول للدكتور عشان يوقف للتساقط ويبتدي يشوف ايه اللي خلالي اصلا الشعر ده يقع. هتوقفيه ازاي بتاخد دواء الاول؟ ما هو ديبندنج هو هي لما بتيجي انا هقرر لها اذا هي محتاجه دواء محتاجه فيتامين عندها مرض معين ادى اثاره ان هي الشعر ده يقع. الحاجات دي كلها انا بحددها لما بشوفها. تمام. بس لازم اول ما لقيتي شعرك ابتدى يقع ما تستنيش بقى لما يوقف التساقط اول ما تلاقيه ابتدى يقع هتيجي على طول. طيب مرحله ثانيه البنات اللي بيبقى عندها عامل وراثي انت شايفه مامتك شعرها خفيف جدا عندك حد في قرايبك دي اول بعد مرحله البلوغ على طول يا ريت مامتها تيجي تاخدها وتجيبها لنا ما تستناش من بره البن خالص لا بدري عشان احافظ على شعرها طالما انت عارفه انه في عامل وراثي في العيله. صح طب انا اعرف منين؟ انت هتلاقيها بدري بعد البلوغ ابتدى شعرها يخف يرفع يقل شويه من قدام الفرو ابتدت تمان او ما تلاقي الحاجات دي انت في سن 16 و18 سنه هتيها ما تستنيش لغايه لما تبقى عروسه حلوه كده عندها 22 سنه وتجيبيها لي الفروه كلها باينه وتصرفي بعد مرحله البلوغ عند البنات. يا جماعه اللي في عامل وراثي ان بنتها عند الام صح كده يعني الواحده اللي شعرها خفيف او جوزها شعره خفيف او مامتها شعرها خفيف خلان او خلان بصوا دوروا يعني دوروا في العيله كده لقيتيها خفيف على طول خفيف وبنتك شعرها خفيف على طول بعد مرحله البلوغ على الدكتور مباشره لانه بعد كده بيبقى صعب قوي في المرحله دي بيبقى سهل لها. بصي هي فكره الصعوبه في ايه في ان هي لما تحط في سبراي وهي عندها شعر هتبقى مرتاحه ويتقل زي ما يتقل لكن لما تستنيش لما الفروه تبقى باينه وهي خلاص نفسيتها تعبانه فانا على ما بيطلع شعرايا تاخد لها 3 شهور عشان تطلع صح. هي بتكون نفسيتها تعبت جدا وكمان ده الشعر ده ما طولش واداله الكثافه اللي هي عايزاها فلا بدري بقى بحافظ على ده وبالعكس بتقل الشعر جدا. طيب انا وصلنا بقى المرحله خلاص بقى في المكان فاضي بشوف انا بقى برده من اساس في بنات بنوصل مرحله الزراعه هي متاخرت شويه هنتكلم عن المرحله دي طيب. بس هنروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل الكلام.
مي. حاولت كتير تتخلص من مشاكل البشرة بس كان الفشل عنوان كل محاولة. سمعة المركز الطبي وتاريخه كان هو الحل لكل مشاكلها، وفعلا أخذت الخطوة الأهم في حياتها. وحقيقي المركز الطبي كان حل لكل مشاكلها زي ما هنشوف دلوقتي. جربت حاجات كتير من نفسي وزرت دكاترة كتير بصراحة، فالنتيجة ما كانتش تمام. فأصدقاء كتير قالوا لي زوري المركز الطبي وإن شاء الله هتلاقيه. عملت أكتر من جلسة بصراحة والنتيجة كانت زي ما أنتم شايفين. أنا مش مصدقة بصراحة، يعني التجاعيد راحت وراضية جدا عن نفسي وشكلي. أنا حاسة أن أنا مستريحة نفسيا وبشكر جدا المركز الطبي وجزاهم الله خير بصراحة، بذلوا مجهود كبير بس النتيجة ممتازة جدا. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة، اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. احنا قبل ما نتكلم عن الزراعة انا بس عاوزة، عشان ايه في ناس كتير هي ممكن متبقاش حالتها محتاجة زراعة بس عاوزة علاج، انت قلتي لي بتعملي لها بلازما. البلازما دي بتتاخد من الدم بتاعها وبتخلطيها وكده صح؟ مش بخلطها يعني بتعملها اكتيفيشن بحفزها. هي اوريدي خاملة جوه الجسم بتطلع، بس لو حصل مشكلة في الجسم، حصل مصيبة، فربنا خليها هي بتروح تساعد على طول المكان اللي في الجسم اللي اتصاب علشان تساعده على بناء نفسه من جديد. فانا باخدها واعمل لها، انا اعمل لها الاكتيفيشن اللي هو المصيبه، بدل المصيبه خارجيه وازود عليها بقى على حسب انا بحتاج. بتعمل لها صدمه بالظبط وبعدين ارجع احقنها كمان مواد تانية، ما انا بزودها مواد تانية على حسب انا بحقن فين. يعني لو بحقن الوش فانا هزودها شويه فيتامينز كمان تعمل ريجينيشن للوش. لو بحقنها في الشعر هزود فيتامينز وحاجات تانية تساعدها. هي اوريدي كافيه جدا، بس احنا دايما بنحب ندي بدل ما انا دخلت وحقنتها حاجه، فيبقى يستحسن اديها كل الحاجات اللي بتحفز جدا نمو الشعر مع الدواء اللي بتاخده. مع الدواء ديبندنج برضو حالتها ايه. في ناس ما بتحتاجش غير جلسات بسيطه، في ناس ما بتحتاجش غير ادويه بسيطه، في ناس فيتامين، وفي ناس اصلا بيبقى عندها مشكله تانية صحيه لو عالجتها شعرها يتقل ويطول ويبقى حلو جدا من غير ما تدي اي حاجه تطول. كمان الليزر كاب حلو. الليزر كاب يعني شخصيا جربته، هو بيطول الشعر بصراحه. هو الناس بتحس بسرعه في الطول، بتحس بيه اسرع جدا من الـ من الـ من الطول، لان انا قلت لك تاخد 3 شهور عشان تطلع، لكن الطول ده بتحس بيه من اول شهر. بتحس فعلا فرق كبير. في ناس بتوصل اب تو 4 سم في الشهر، بس دي طبعا بتبقى فيه عامل وراثي بيساعد اكتر، مش بيبقى بس الليزر كاب. يعني الليزر كاب دي حاجه، دي تقنيه عندنا بنحطها دايما قبل ما نعمل اي جلسه للشعر. بيتحط العيان بيتحط له ليزر كاب، دي بتحفز جدا نمو الشعر، بتجري الدوره الدمويه في فروة الراس، وبتساعد جدا على استقبال اي حاجه. يعني انا لما بدلها حاجه بتشتغل 100% احسن، حتى لو اديت ادويه او حتى بقول لها هاتي ادويتك اللي انت بترشيها كل يوم في البيت هاتيها معاكي، لان هي لما بتحط بعد الليزر كاب بتمتص 100%. طيب الزراعه عايزين نتكلم عنها بقى، الناس اللي ما بقاش بقى في شعر خالص أكيد. دول يعملوا ايه؟ طيب عايزين بس نبقى عارفين انه في ناس ينفع لها زراعه وفي ناس مش محتاجه زراعه. الناس اللي هتستفيد جدا من الزراعه مين؟ احنا الاول هنتكلم على الفيديو واشرح الفيديو. زمان كنا عشان نعمل نزرع كنا بنقطع حته من الجلد ونعمل خياطه وناخد الجلد اللي قطعناه ده وناخد منه بصيلات الشعر ونرجع احنا نزرعها يدوي بايدينا في الاماكن اللي عايزين نزرعها. الكلام ده كان بيسيب لنا اثار جروح، يعني كان بيبقى فيه جرح وخياطه، وكان الزرع اليدوي ده بيخلي الشعر يطلع مجوش، يطلع فيك شويه. من الناس بتبقى عارفه ان البني ادم ده زرع، ده غير ان كان بيبقى فيه جروح، وحتى لما الشعر بيقع بيسيب اثار في فروه الراس. دلوقتي بقى في اجهزه جديده بنستخدمها، هي تقنيه الاف يو اي. بناخد البصيلات دي في جهاز بيشفط الشعر من البصيلات ويرجع تاني يحقنه بجهاز برده في الاماكن اللي انا عايزه ازودها تاني شعر.
ميزه الجهاز ايه؟ انه اولا ما بيبقاش فيه جروح خالص، المكان اللي انا اخدت فيه منه الشعر باخد شعرايه واسيب شعرايه، اخد شعرايه واسيب شعرايه، فبيفضل الشكل ما تحسيش ان في حاجه تحت، ما فيش حد مش هتلاقي حته فضيت ورا عشان املا قدام. فيبقى انا من ورا بقى شكله جمالي مظبوط، من قدام لما بزرعه انا ما بزرعوش يدوي، ده انا بزرعه بجهاز، ما فيش الايرور بتاع الهيومن ايرور، ما فيش ان غلط الدكتور. الشعر كله بيطلع في اتجاه واحد وبيطلع مظبوط جدا، وبيطلع المسافات ما بين الشعر قريبه جدا، حاجات مايكروسكوبيك ما بقدرش انا احققها ايدي لما كان يدوي، لكن دلوقتي بيتحقق بالاجهزه. فبيطلع هير لاين مظبوط جدا زي اقرب حاجه اللي ربنا خلقها، مظبوط شكل طبيعي، بديله الشكل اللي فقده فعلا وبيطلع ناتشرال جدا. ده غير ان الشعر اللي انا برجع احقنه ده، انا بقعد بعد كده احفزه جدا بجلسات بلازما، عشان كل بصيله انا زرعتها تطلع لي بعد كده 2 و3 و4. البصيله الواحده ممكن تطلع اكتر، ممكن تطلع اب تو 4 شعرايات. انا طبعا البصيله بحط بصيلات بس، طب الكاباسيتي بقى هطلع كام شعرايه؟ هي دي بقى الدكتور، دي كفاءه الدكتور. اولا الحقن يبقى مظبوط، ادي الانستراكشنز كويسه قوي للعيان ويبقى عارف كويس ان هو ما يشدش الشعر ده. هو الشعر ده هيبقى طبعا طبيعي جدا وهيقدر يصبغه وهيطول وهيبقى ما يصبغوش بقى، يسيبه في حاله. اصل هو شعره، انا الناس بتقعد تسالني هيطول، طب هيبيض زي لما شعري بيض، طب هيتصبغ، طب اقدر اعمل فيه كل حاجه؟ تقدري تعمل فيه كل هو حاجه، هو قابل طبعا انه يتعمل فيه كل حاجه، بس تبقى بحفظ. اول اسبوع لا انا مش هيبقى، هيبقى كده هيعامله زي شعره العادي، شد فيه براحتك، بس اول اسبوع انا ببقى خايفه على الشعر. بعد كده اول ما بيثبت بعد كده الشعر ده بيبقى هايل. عندنا المركز بيعمل جلسات تحفيز للشعر اللي احنا معمول ده، يعني اونستلي كان الاول الناس كلها بتطلع على تركيا تعمل الزراعه بره عشان كان الجهاز ده موجود. ملناش دعوه، ملناش دعوه، الجهاز متوفر عندنا في مصر بتقنيات حديثه جدا. ده بالعكس احنا كمان الزياده عندنا ان احنا بعد كده بنعمل جلسات البلازما دي اجباري للعيان، دي بتبقى توتال يعني فري، بس بنعملها علشان نخلي كل البصيلات اللي احنا زرعناها دي تطلع اكتر، فبدل ما انا زرع 5000 شعرايه بيطلعوا 15000 علشان الجلسات دي. بشكرك يا دكتوره نرمين على وجودك معايا ضيفتي العزيزه. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون عندنا دكتور احمد كميل، استنونا. انا مروه بحضر الالبوم بتاعي الجديد، يا رب يعجبكم. لولا المركز الطبي ما كنتش حلمت ولا قدرت احقق حلمي. انا اسمي مروه، بشتغل مطربه. زمان كان جسمي حلو جدا وكان عندي هدوم كتير وكنت بشتغل كتير جدا، فجاه حصل لي ظروف غيرت كل حاجه وقلبت موازين حياتي، فاضطريت ان انا اخد ادويه اكتئاب. تخنت في حوالي 5 شهور حوالي 40 كيلو، فجأة هدومي كلها ضاقت عليا وما بقتش عارفة اشتغل، وفوقت لقيت نفسي واحدة غيري. اما ابتديت ارجع لحياتي الطبيعية وابتديت ارجع اشتغل تاني، ابتديت اعرف قد ايه جسمي مؤثر عليا. الموضوع ابتدى يخش في ان شغلي ابتدى يبوظ، فثقتي بنفسي قلت جدا، فده ابتدى يأثر عليا جامد قوي، لحد ما في ناس اقترحت عليا المركز الطبي، فروحت وشفت الدنيا وشفت حالات سابقة، فقلت هاخد التجربة وهجرب. مروة واحدة من حالات كتير بحمد الله قدر المركز الطبي إنه يغير حياتهم للأفضل. كل مشاكلها في المركز الطبي اللي وثقت فيه واخدت خطوه في طريق النجوميه والشهره. ومش بس كده، دي لقت نفسها، لقت مروه اللي كانت بتدور عليها من سنين. انا جيت النهارده عشان اقول لكم ان انا حياتي اتغيرت جدا من A to Z. يومي بقى أحلى بكثير، بقيت بلعب رياضة بمنتهى البساطة، بقيت بغني وأنا بلعب رياضة، يومي بقى أسهل وبقى ألطف، يومي بقى حلو جداً.
بقيت بغني اغاني اطول واصعب واكتر، وبغني اوقات اكبر، وممكن اخلص حفله اروح الثانيه بعدها على طول في الثالثه، لان انا نفسي اتظبط وبقيت بقول الاغاني وانا مرتاحه، بقيت بغني وانا مرتاحه، نفسي كويس. صدقوني مرض السمنه مش حاجه كويسه ابدا، وجايه انصح النهارده كل حد مريض سمنه ان هو يروح المركز الطبي عشان حياته تتغير زي حياتي، وصدقوني عمركم ما هتندموا، لان انتوا هناك هتلاقوا خدمه 7 ستار. بتحبني ولا انكتب على القلب نارك نارك؟ قول يا حبيبي حبيبي، قول قول يا مراد. ملايين غيرها محتاجين فرصة للتغيير، والمركز الطبي بيكون دايماً سبب في سعادتهم وتغييرهم للأفضل. تابعونا وقصص نجاح أخرى قدرت تختار صح، اختارت المركز. يلا بينا نرجع شباب. يمكن من الحاجات اللي بتضايق سيدات كتير قوي وبتعمل لهم مشاكل نفسيه وبيبقوا منزعجين بشكل كبير قوي، هي لما بيكون في عندها مشاكل في الثدي. الحقيقه سيدات كتير بتعاني من مشاكل من النوعيه دي، ورسائل كتير بتتبعت لي من النوعيه دي، سواء بقى في ترهلات او في صغر او في مشاكل او في يعني كتير المشاكل الحقيقه، ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه. بيسمعوا كتير عن عمليات مثلا السيليكون ولا الحقن للدهون، ما بيبقوش عارفين ياخدوا قرار بشكل سليم، ويدي يمكن من اكتر الحاجات اللي بتاذي السيده نفسيا. فاحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن الترهلات، ليه اسباب الترهلات بتاعه الثدي، ازاي بتتعالج، هنتكلم عن عمليات التكبير والتقنيات الحديثه في عمليات التكبير، السن المناسب بيكون امتى، لان في بنات كتير بتبقى لسه ما يعني ما اتجوزتش لسه، فبتبقى قلقانه يعني هتعملها قبل، وفي نفس الوقت هي محرجه من الموضوع ومش عايزه تقدم على خطوه الجواز بسبب الموضوع ده. انا اعرف بنات كتير مش عايزه تتجوز وبترفض العرسان كتير جدا بسبب المشكلة دي. فدول برضو بيبقوا عايزين يعرفوا هي آمنة أو ينفع أنها تعملها قبل الزواج ولا لا. أسئلة كتير فيما يخص الموضوع هنطرحها على ضيفنا اللي معانا في فقرتنا التانية، دكتور أحمد كميل استشاري جراحة التجميل وتنسيق القوام بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور أحمد؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ يعني لو أقول لك كمية الرسائل اللي بتتبعت بسبب انه اعملوا فقرات عن الثدي، احنا عندنا مشاكل، اعملوا لما بيبقى في ترهلات، في صغر، في كذا، بنات كتير ما اتجوزتش لسه والموضوع عامل قلق نفسي وازعاج، والناس بترفض الجواز عشان خاطر الموضوع ده. فتقول لي بنسبه قد ايه دكتور بتتردد السيدات على عيادات التجميل علشان تعمل العمليات دي؟ هي حقيقه مشاكل الثدي كتير قوي، يعني من اول حتى صغر الحجم لحد الترهل لحد كبر الحجم لحد الـ يعني تنسيق شكله حتى، يعني في ناس بيبقى الحجم عاجبها بس تمام. الشكل تحس ان هو توزيع الدهون فيه مش مظبوط. فطبعا دي بتبقى مشكله كبيره قوي عند السيدات. يمكن حتى قبل الجواز في برضو ناس بتعاني من المشكله دي، في ناس تانية بعد الحمل والرضاعه بيتغير الشكل بشكل كبير قوي، بيحتاجوا ان هم سواء بقى بتحتاج شد او بتحتاج تصغير او بتحتاج تكبير، طبعا على حسب كل مشكله مع كل سيده يعني. بس الموضوع مؤذي نفسيا. طبعا يعني بيبقوا فعلا معطلين حاجات كتير اللي عايز تتجوز ورافضه دي عشان المشكله دي. طب البنات يا دكتور، يعني انا لو حبيت اسال عن العمليه بالنسبه لبنوته لسه ما اتجوزتش 20 سنه مثلا 19 سنه، بتبدا من امتى العمليه دي؟ ممكن تبدا معاها ان هي تجري العمليه دي امتى، في سن كام؟ هي ممكن من 17 سنه، لان احنا ايه عاده بعد فتره البلوغ عند سن 17 18 سنه بيكون الثدي وصل المفروض الحجم بتاعه اللي هي
مش هيزيد عن كده يعني في الفتره دي. فدي في ممكن في الفتره دي خلاص ممكن من اول 17 18 سنه انها تبدا تعمل يعني تفكر بقى في انها تعمل تجديد للثدي او بواسطه بقى سيليكون او حقن دهون على حسب طبعا حالتها يعني. فالموضوع بيبقى سيف قوي ممكن تبدا فيه من بدري وما فيهوش مشاكل لدرجه ان حد يخاف منه يعني. طب دلوقتي قلت السيليكون وقلت حقن دهون انا عاوز افرق بين الاثنين يعني مين اللي تعمل له سيليكون ومين اللي تعمل له حقن دهون؟ هي السيليكون لو احنا محتاجين حجم نزود حجم كبير مثلا الحجم اوريدي قليل او واحده مثلا بعد خلصت فتره الحمل والرضاعه وحصل عندها ترهل بسيط مع فقدان في الحجم. ايوه فالسيليكون بيحل المشكله دي، بيحل مشكله فقدان الحجم ان هو بيكبر الحجم وبيعمل رفع شويه للثدي لو في لو كان حصل فيه ترهل. هو ترهل علاجه الرفع صح؟ علاجه الرفع الترهل علاجه الرفع. طيب هي دلوقتي هتحط السيليكون، السيليكون ده ماده امنه جدا، ماده امنه جدا جسمه ما بيرفضهاش، حتى الانواع الجديده كمان من السيليكون امبلانتس ما بقاش فيها المشاكل القديمه بتاعه زمان ان هي تخاف من ان يبقى شكله فيك او ان هو ان تقول لا ممكن تخاف ان السيليكون مثلا الكبسوله بتاعته تتفتح، لا بقى سيف. حتى في ناس كتير قوي حتى لو الكبسوله بتاعته اتفتحت ما بتعملش مشاكل لان هو ما بيخرجش، معمول بتقنيه ان هو ما يخرجش بره الكبسوله بتاعته حتى لو اتضغط بيرجع تاني مكانه جوه. طبعا هم ما بيعملش اي مشاكل. كان في زمان في نوع قديم زمان كان شاكين فيه ان هو بنسبه قليله جدا كان بيعمل سرطانات، النوع ده اتشال خالص من من السوق، ما بقاش يتصنع واتعمل نوع جديد ما فيهوش المشاكل القديمه وبيدي شكل طبيعي اكتر يعني. طيب الناس الثانيه بقى اللي هي بقى انت بتقول حقن دهون اولا هي لازم يبقى عندها دهون علشان تاخد منها ده مبدئيا يعني ما تبقاش رفيعه اعتقد. تاني حاجه ما بيديش يمكن الحجم الكبير قوي. هو يمكن الميزه في حقن الدهون ان احنا بنشفط الاول دهون، فلو في سمنه موضعيه بتحل المشكله دي يعني، لو في مثلا دهون في البطن زياده شويه احنا بنشفطها الاول وبناخد جزء منها بنحقنه في الثدي. بيبقى حقن الدهون في الثدي بيبقى اكتر لتظبيط شكله يعني لو في اماكن بس في فقدان في حجمه في مكان معين يعني، في الغالب بتبقى معظم السيدات بيبقى فقدان الحجم في المنطقه اللي فوق دي ممكن نحقنها دهون هتحسن شكله، وفي نفس الوقت هي خلصت من المشكله الاولانيه اللي هي كانت عندها بتاعه السمنه الموضعيه وحسنت شكل الثدي. طيب العمليه يا دكتور عمليه كبيره يعني، هل مثلا يعني الناس بتقلق من الجروح من شكل الجروح شكل الثدي بعدها هيبقى عامل ازاي؟ وصف لي كده العمليه وازاي بتتم، وانا اعرف ان في كذا طريقه لتركيب لو سيليكون مثلا بيبقى انتوا ليكوا كذا تكنيك في التركيب. هو اشهر طريقتين للسيليكون مثلا هنتكلم عليها الجرح ممكن يبقى جرح تحت الثدي في الانفراماماري فولد، في الفولد اللي تحت الثدي الجرح بيبقى حوالي من 3 ل 5 سم بيتعمل برده بالخياطه تجميليه ما بتبانش وهو مكانه كمان ما بيبقاش باين. النوع الثاني ان احنا بنفتح حوالين الحلمه، الفتحه دي ما بتسيبش اثر تقريبا لان هي بتبقى في الخط اللي بين الجلد الطبيعي وبين جلد الحلمه فما بتعلمش. الفرق بين الاثنين ان احنا الاثنين ممكن يتحط السيليكون فيهم سواء تحت الغده او تحت العضله او يتحط بين الغده والعضله. الاثنين ما بيبقاش فيهم مشاكل كبيره قوي، الفكره بس في ان احنا الجرح اللي احنا بنفتحه حوالين الحلمه ده بنقطع خلال الغده اللبنيه بتاعه الثدي. يعني بتأثر على الرضاعة بعد كده؟ لا الاثنين ما بيأثروش، بس بيبقى دي بتبقى بنعتبرها اجريسيف شويه ان احنا بنقطع. طب ليه تتعمل؟ يعني اقصد لمين يتعمل كده ولمين يتعمل كده؟ لو واحده خلاص هي ما عندهاش نيه بعد كده انها تحمل او ترضع طبيعي بيبقى الموضوع اسهل احسن لها لان هو ما بيسيبش سكار كمان بعد العمليه. اوكي. وخلاص هي ما بتبقاش قلقانه بقى موضوع الرضاعه الطبيعي او هينفع ولا مش هينفع، هي كده او كده مش هتأثر بس يعني بيبقى طبعا الريسك اقل منها. فاذا في طريقتين لزرع السيليكون، هو دول اشهر طريقتين يعني، في طرق تانية بس دول اشهر طريقتين ودول احسنهم وامنهم يعني. طيب امتى بتحطه؟ في العض تحت العضله، ممكن تحت العضله وممكن تحت الغده اللبنيه وممكن يبقى جزء منه تحت العضله وجزء تاني تحت الغده، طبعا بتختلف من واحده من سيده للتانيه على حسب الاكتيفيتي بتاعتها، هل هي واحده بتروح الجيم وبتتحرك كتير وبتستخدم دراعها ما بتتحركش
وما بتروحش الجيم وقاعده في البيت هتعمل ايه؟ الحركه دي بقى الافضل ليها طبعا تحت الغده يعني. تحت الغده بعمليه بسيطه جدا، وحتى بعد العمليه ما بقاش فيها الم تقريبا، بتحرك دراعها عادي ما فيش اي مشاكل وفي نفس الوقت بتديها الشكل اللي هي عايزاه يعني. الموضوع معاها طول العمر يا دكتور؟ السيليكون امبلانتس ما بنش محتاجش نشيلها او نغيرها الا لو في مشكله حصلت يعني. وهي الانواع الجديده ما بقاش فيها مشاكل تقريبا، مشاكلها معدومه يعني. انا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معايا، ضيفي العزيز دكتور احمد كميل. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هتكون مع الدكتوره دينا ابو السعود وبشرتك مع ماسي. ماسي دورو جولد، مراحل تصنيع ماسي دورو جولد بتمر بكتير من التجهيزات والدقه في التصنيع على اعلى مستوى. ماسي دورو جولد منتج إيطالي الصنع في أحد أكبر مصانع إيطاليا والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. من أهم فوائد ماسي دورو جولد إزالة التجاعيد، محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم في السن، تفتيح وتوحيد لون البشرة، إزالة النمش والكلف والهالات السوداء، القضاء على أثار الإجهاد في البشرة، شد الجلد، ترطيب البشرة، نضارة من أول يوم. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي فارم هي الوكيل الحصري للمنتج في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا massidorogold.com وتفاصيل أكتر عبر السوشيال ميديا والتحميل التطبيق المجاني لماسي دورو جولد. نوعدكم دايماً إننا نكون الأقوى في مجال العناية بالبشرة. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. اي سيده اكتر حاجه بتبسطها ان ما يبانش عليها سنها؟ يعني دي حاجه جميله جدا لما الناس كلها تتخدع كده في سنها، يبقى هي في البطاقه حاجه وقدام الناس حاجه تانية خالص. ده بيبقى شيء مفرح جدا لما اي حد يعني مثلا ما واحده تبقى مخلفه مثلا ويشوف ولاده يقول معقوله دول ولادك؟ ده انت شكلك صغير. لا قولي اخواتك ما تقوليش ولادك. فيا سلام، احساس بيبقى لطيف وبتقعد تتغنى بالمجاملات اللطيفه من الناس دي. فطبعا في ناس محظوظه يعني ان هي طبيعتها بتبقى كده، وفي ناس تانية بتهتم، في ناس تانية بتشتغل على 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 ده يعني، هي من البدايه وهي بتشتغل على ده. علشان كده بنلاقي سيدات كتير جدا سنهم كبير قوي ومش باين عليهم خالص، نقول يا ما شاء الله دول مش باين عليهم، دول اكيد عاملين مش عارفه ايه، دول اكيد عاملين ايه. يعني الموضوع بقى بسيط جدا في الفتره اللي احنا بنعيشها دي، وظهرت حاجات جديده بتساعد على تغيير الـ 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 الوش للشكل الاحلى والاجمل، حاجات طبيعيه، حاجات مريحه في البيت مش محتاجه يعني تعقيد ولا اي حاجه. من الحاجات دي هو ماسي دورو جولد اللي سيدات كتير جدا بتسال عنه وعاوزه تعرف معلومات اكتر عنه، واكيد رجال كمان عشان دايما بيزعلوا بيقولوا انتوا بتتكلموا عن السيدات بس، واكيد الرجال كمان. خلونا نتكلم عنه النهارده ونرحب بضيفتنا العزيزه دكتوره دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ اهلا بيك يا يوم. ايه الاخبار؟ الحمد لله.
احلى حاجه ان الواحد ما يبقاش باين عليه سن. اه طبعا صح اكيد يا يمنى. يعني لو طلعت مشكله صغيره في الوش لا تبقي عايزه تخرجي ولا عايزه تروحي شغلك ومكسوفه وتقعدي قدام المرايه تحطي ميك اب تداريها ماسي غطى بقى الكلام ده كله. اه ده شيء جميل جدا. طبعًا. يا دكتوره دينا. وبعدين فكره 10 سنين هتبانوا اصغر دي في ناس مصدقاها وفي ناس مش مصدقه. يعني صح. نقول ايه بقى للي مش مصدقين؟ نقول لهم يعني ايه فكره ان احنا نصغر 10 سنين في الشكل. يعني اكيد لو طلعت تجاعيد هي اللي بتبين لنا كبرنا، هالات سوداء او بقع في البشره، تصبغات في البشره، عدم نضاره في البشره، بشره بيل قوي مش صحيه، كل الحاجات دي ايه ده احنا كبرنا في السن. بنزعل قوي على فكره قوي. ما عندكوش فكره ازاي بقد ايه بنزعل يعني بنكتئب يعني. فطبعا ماسي اتصنع يا يمنى في 6 سنين ابحاث كلينيكال ترايلز عشان نرضي كل الناس دي ونرضي ستات ونرضي رجال. ازاي ماسي دروجول دي يقدر يخلينا نبدو اصغر 10 سنين في الشكل بالمشاكل دي كلها اللي بيقدر يعالجها. فلما اوريدي تعالجي المشاكل دي وتدي نضاره حلوه قوي ببشرتك وتستغني عن الميك اب مش محتاجه انك انت تحطي ميك اب كتير عشان تداري بقع في الوش او هالات سوداء، اكيد هو ده اللي هنخليه هيخلينا نبدو اصغر سنيا 10 سنين. الرجال كمان يا دكتوره دينا ليهم نصيب في الموضوع ولا ما لهمش نصيب؟ لا ليهم نصيب كبير جدا. عايز اقول لك عندنا عملاء كتير من الرجال، تليفوناتنا كتير جدا جدا من الرجال، الرجال دلوقتي بقت تهتم بشكلها جدا. رجال كتير بتسال على ماسي لنفسها ولزوجاته مثلا. كتير يعني عايز هو يحلو وعايز مراته تحلو. مشكله انه عايز يبقى هو اللي يحلو. لا ده في رجال كتير فعلا والله. في رجال كتير فعلا بقول له مثلا لحضرتك ولا للمدام، قال لي احنا الاثنين احنا. أيوة. يعني انا عايز حلو ده. لينا احنا الاثنين. بالظبط لوحدك معلش. والحلو في ماسي انك انت بتخاطبي كل المجتمع، كل فئات المجتمع. لا بس هو الناس بتتهم ان انتوا بتحقدوا فئه معينه من بشوف ده على صفحتي على السوشيال ميديا، ده للنجمات مثلا او للمشاهير او والله يا يمنى عايز اقول لك احنا موجودين في كل فئات المجتمع. سيدات عاملات، سيدات مش عاملات، ربات منزل، سيدات بسيطه جدا، دكاتره. كتير عندي عملاء تقولي دكتوره دينا انا دكتوره فلانه مثلا مبسوطه جدا بماسي. كل فئات المجتمع يا يمنى، ما بقاش مش فعلا مش مقتصر على فئه واحده. كمان ماسي طب هيكفيني شهر؟ كتير بسمع الكلمه دي. ماسي يا جماعه كورس بيكفي على الاقل 8 شهور. فمش هيكفي شهر واحد، ماسي في كل المكونات دي وكورس عشان يعالج كل مشاكل علامات التقدم في السن. طب احنا عايزين نعرف المكونات ومن الحاجات اللي بتشوفوها رؤيه العين كده مباشره الذهب. طبعا دايركت على طول، انت لو اتحط على الايد كده بيبان اللمعه الجميله. هو اصلا ماسي تعرف بالذهب. ماسي دروجولد الوحيد هتلاقي فيه جزيئات الذهب. اول ما بتحطي ماسي دروجولد على بشرتك بتشوفي لمعان الذهب، بتشوفي الجولد فليكس. ماسي دروجولد بيحتوي على جزيئات ذهب كميه عاليه جدا، طبعا عيار 23. ليه على طول بنقول ماسي بدي نتيجه النضاره من اول دهنه؟ اول ما الذهب بيلمس البشره بينورها قوي، بيفتحها وبيدي الروزي لوك، بيدي وش بينك، وش كله حيويه وكله نضاره. فمميزات الذهب ان هو بيدي نتيجه دي لانه بينشط الدوره الدمويه، بيزيل الخلايا الميته، بيقدر يعالج التجاعيد، بس التجاعيد بتتعالج بعد فتره مش من اول استخدام. في ناس مستعجله انا مش عارفه ليه. لا مش عارفه ليه، اقول لك ليه. أيوة. بتبقى عندهم كوارث في البيت، عندها مشكله. لا انا بشوف دلوقتي بجد بزعل والله العظيم بزعل، واحده مثلا تيجي تقول لي ده انا جوزي عامل لي مصيبه وبيقول لي لو ما ظبطتيش نفسك هروح اتجوز. ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني ماشي انت غلطانه طبعا ان انت اهملتي في نفسك، مالكيش حق. انا بقولها انت اولا انت غلطانه مالكيش حق، بس هو ما ينفعش ان هو برضه يروح يقول لها لو ما ظبطتيش نفسك هروح. احراج قوي. احراج. لا دي بتبقى كسر خاطر. يعني عارفه لو جت من جوزها اللي هو هي عايزه جوزها بيشوفها اجمل ست في العالم، فانا لا بيعمل مشاكل. الموضوع بيسبب بس هو مشاكل. الحقيقه ماسي مش هيعالج التجاعيد من اول اسبوع. يعني انت يوميا بتحطي ماسي دروجولد على بشرتك، يوميا بتغذي بشرتك بمكونات ماسي دروجولد، في مكونات كتيره جدا بتشتغل على التجاعيد. فانت بتستخدميه كل يوم. اول شهر بتشوفي تحسن،
الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، فممكن من بعد الشهر الرابع بتشوفي تحسن ملحوظ جدا للتجاعيد. فاحنا نصبر وبتشوفي تحسن على طول وبتشوفي شكلك بيصغر، لان اصلا ماسي دروجولد بيولد خلايا جديده من الطبقه الجلديه السفليه وبيزيل الخلايا الميته من على البشره. هو ايه المسؤول عن تجديد الخلايا دي؟ الذهب طبعا. الذهب هو المسؤول عن الموضوع ده. طبعا. ماسي دروجولد مسؤول ان هو بيجدد الخلايا. الكولاجين مهم قوي يومنا، يديكي بشره نضره قوي. ماسي دروجولد مليان كولاجين، معروف ان البروتين اساسي لصحه الوش والشعر. الكولاجين بيقل طبيعي يعني. ربنا خلقنا بعد فتره عمريه معينه بيحصل ديستراكشن لافت. عشان كده بنشوف لو مثلا لو متابعين نجمات كتير او ناس او ناس نعرفهم حتى بنلاقي وشهم بيصغر مع السن. بيلاقي الوش بيقل بيصغر. هو ده فقد الكولاجين، الحاجات اللي جوه دي بتختفي. ماسي فيه كولاجين، والكولاجين متصنع بطريقه النانو، وكل المكونات متصنعه بطريقه النانو. كمان الذهب يا يمنى والكافيار بيحفزوا على انتاج كولاجين في خلايا البشره. فانت اوريدي خلاص عارفه ان الكولاجين ليفل بتاعك في بشرتك مش هينقص. فعلى طول وشك في صحه ونضاره حلوه قوي. والكافيار من الحاجات اللي بتفتح بتهيألي اللي بيشتكوا من عدم توحد اللون. عندنا كتير عملاء انا عايزه افتح، انا عايزه التصبغات تروح. المكونات الاساسيه للتفتيح الذهب بلس الكافيار. كافيار وايتنينج ايجنت عالي جدا جدا. كمان طبعا الكافيار كله معادن، احماض امينيه، بروتينز، فيتامينز، اوميجا ومضادات اكسده. طبعا الكافيار عنصر اساسي لصحه البشره وعلاج التجاعيد ومقاومه كمان من ظهورها. يعني الحلو في ماسي انك انت بتعالجي وبتقاومي من ظهور المشكله تاني. فعشان كده كتير يقولي احنا بعد ما نخلص العبوه هل نحتاج نكرر العلبه؟ كتير عملاء من كتر مبسوطين طبعا بيكرروا اثنين وثلاثه، يعني بياخدوا بقى حاجه اساسيه في حياته. انا بنصح معاهم بقى على طول يعني، اصلا مش مشكله بصراحة. يعني لو قادرين ماديا طبعا يعني. لو في مقدره ماديه حاجه تبقى معاكم على طول تستخدموها، مش ما فيهاش ضرر يعني. لو غير قادرين خلاص انتوا هتوصلوا لنتيجه كويسه جدا. حافظوا بقى الدور اللي عليكم بقى انكم بقى ايه بعد ما تخلص الكورس تبداوا ان انتوا تحافظوا. الحاجات اللي كنتوا بتعملوها غلط تحاولوا بقدر الامكان انكم تقللوها، صح كده؟ بالظبط. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.
الفروع اللي شفناها في التقرير موجودة فين بقى بالظبط وازاي الناس تقدر تتواصل معاكم؟ طبعا شركتنا الرئيسية او الشركة الام متواجدة في ايطاليا شركة ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهرة مصر، طبعا ارقامها ظاهرة على الشاشة. عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات. عندنا تاني شركة في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، برضو ارقام الامارات ظاهرة على الشاشة. قريب قوي يا يمنى هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا الولايات المتحدة الامريكية. طيب دلوقتي السؤال اللي هيجي في دماغ الناس، طب انتوا دلوقتي بتتكلمي على قارات مختلفة ويعني اماكن مختلفة عن بعضها وكل مكان ليه طبيعة، مكان حر ومكان تلج ومكان، يعني هل هو هيناسب بقى كل الـ الانواع والالوان دي من البشره دكتوره دينا؟ طبعا اولا الوان البشره ملهاش يعني اوريدي تاثير خالص، لان هو اوريدي السكن بقى السكن طبقات الجلد هي الوان البشره تركيبه بقى الجلد تقصدي هي تركيبه هي. الجلد هي فماسي دورو جولد المود اوف اكشن بتاعه بيشتغل على كل الوان الجلد. زي ما احنا شايفين الموضه البيضه عمل نتيجه حلوه، مش قادره اقول لك على البنات او السيدات القمحويات بيدي نتيجه احلى كمان. عارفه بيقولوا ايه، انتوا ليه ما جايبين واحده حلوه وبيضه يعني حلوه ولونها فاتح كده، ما تجيبوا لنا واحده عندها مشاكل وبشرتها غامقه؟ لا ده اعلى يعني اوريدي. لما شركه ماسي فارم شركه مالتي ناشونال شركه عالميه، عمرك شفت شركه عالميه بتجيب الموديل من غير مواصفات معينه؟ لا يمكن. فأي شركة عالمية لازم الموديل تبقى مواصفات معينة. عندنا على صفحات الفيسبوك أراء عملائنا بيتكلموا على نتيجة ماسي دورو جولد، يقدروا يتصفحوا أراء عملائنا على الفيسبوك. بيدي نتيجة تحفة للسيدات الكبار، بيدي نتيجة تحفة لكل أنواع البشرة. يعني كتير بيقولوا لي دكتورة دينا هل ماسي دورو جولد مجموعة؟ كل مجموعة لنوع معين من البشرة؟ لا. ماسي دورو جولد 6 سنين صنع في 6 سنين عشان يلائم ويناسب جميع أنواع البشرة. طيب احنا شايفين هي ده ما فيش ميك اب دلوقتي، وشها بيحمر ليه كده؟ عشان طبعا تنشيط الدورة الدموية بيبقى عالي جدا. فدي حاجة تحفة. أولا أنت بتحسي بشوية سخونية بسيطة في بشرتك، إحساس حلو قوي على فكرة، الناس ما تتخضش على إيه وشي هيبقى سخن، هو إحساس بيبقى حلو يعني. نتيجة تنشيط الدورة الدموية ولما بتبصي على نفسك في المراية بتحسي إن وشي كله وردي، وشي كله بينك منور مورد. فدي نتيجه من اول لهنا زي ما احنا شايفين مع الموديل على التلفزيون. ودايما تقولوا برضو مش هتستغني عن الميك اب. اها ده اللي بيحبوا بقى عشقات الميك اب، وفي ناس مش بتحبه ولا حاجه، ده هي مضطره. الموضوع صح. بيبقى اضطراري يعني. يعني ايه ماسي دورو جولد يقدر يغني عن الميك اب؟ انت ماسي دورو جولد مش بس تجميلي، ده علاجي، بيقدر يوحد لون البشره. انت بتحطي فاونديشن عشان تخلي بشرتك لون واحد، الميك اب تجميلي فقط، انت وانس انك شلتي الميك اب المشكله زي ما هي، فانت بتعالجي طبقات الجلد من جوه. فانت لما بتعالجي طبقات الجلد وتوحدي لون البشره، تعالجي هالات سودا اللي بنحط عليها كونسيلر وباودر او رينكلز تجاعيد صغيره. فعشان كده بقول انت بعد فتره هتحطي ميك اب خفيف جدا، ممكن على بقك على عينيكي ميك اب او روج يعني. بس طبعا عاشقات الميك اب، في ستات كتير بتعشق الميك اب. مش منهم خالص. فبقول لها طبعا ماسي دورو جولد لا يتعارض مع الميك اب اطلاقا، بالعكس احنا لو حطينا ضغطه واحده قبل ما نحط الميك اب ب5 دقائق بيعمل طبقه واقيه يا يمنى، لان الكافيار بيعلي مناعه الجلد جدا. انت عارفه الميك اب بيعمل سايد افكتس وارهاق للبشره. طبعا اكيد طبعا. فاحنا ممكن نحط ضغطه قبل الميك اب لا يتعارض اطلاقا. بس هي في ناس، هو مش ميك اب، هي في ناس فاكره ان هو هتحطه لا 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 مكان الميك اب. لا مش ميك اب هو. يمكن عميله بتقولي هل يحتوي على فاونديشن؟ لا هو علاجي يا جماعه مش ميك اب. لا طيب السكس اكشنز يا دكتوره دينا، الحاجات بقى المشاكل الكتير اللي يقدر ان هو يساعدنا فيها او يعالجها. السكس اكشنز المشاكل اللي يقدر يعالجها ماسي دورو جولد، في المقام الاول انتي رينكل يعني بيعالج التجاعيد، انتي ايج يعني بيحارب علامات التقدم في السن، وايتنينج تفتيح عالي جدا، بلس ان هو بيعالج الهالات السوداء والندبات اثار حب الشباب البقع، موسترايزنج بيعمل رطوبه عاليه قوي، ونورشنج بيعمل نضاره عاليه. طبعا ازاي ماسي دورو جولد يقدر يعمل رطوبه بمكوناته؟ الفيلر بيعمل رطوبه حلوه قوي، السيليكون اويل والكافيار. الكافيار يمكن عايز اقول ان اولا العلماء اكتشفوا ان خلايا الكافيار شبه خلايا الانسان جدا. كمان 70% من الكافيار عباره عن ميه. فمرطب فظيع للبشره. اكيد اكيد طبعا. عندك اكشن مهم قوي الفيس ليفتنج اللي هو شد الجلد.
ماسي دروجولد الكريم القادر ان هو يشد ترهلات البشره، الماده اللي بتقدر تشد طبعا الكولاجين بلس السيراميد. طيب خلينا نشوف ترخيصه على الشاشه يا دكتوره دينا اللي بنستعرضها دايما مع الساده المشاهدين، ومن حقهم طبعا ان هم يعرفوا هم هيجيبوا ايه او يستخدموا ايه. اكيد ماسي دروجولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، مرخص من الاتحاد الاوروبي، ومرخص من الامارات حكومه دبي. امن جدا، ملوش اي سايد افكتس خالص، مناسب لجميع انواع البشره حتى البشره الحساسه اللي بتقلق، لان كتير انا بشرتي حساسه مناسب لحضرتك جدا طبعا. اكيد بالنسبه للسيدات الحوامل بيستخدموه من بعد الشهر الثالث بس، ملوش اي كونترا انديكيشنز ولا يتعرض مع اي كريم ترطيب تاني. تمام. كتير متعودين الصبح يصحوا يحطوا كريم ترطيب بتاعهم، لا يتعرض ما دام انت عارفه تراخيصه وانك انت جايبه حاجه كويسه يعني مضمونه برضه. بالظبط. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا. معنا بعض الأسئلة من السادة المشاهدين. أول سؤال معنا من فاتن. فاتن بتقول المفروض أشوف النتيجة بعد قد إيه؟ نتيجة النضارة كله بيسأل على المفروض بعد قد إيه؟ طبعا النضارة من أول استخدام زي ما احنا بنقول يوميا. لو فاتن عندها تصبغات أو تجاعيد بتشوف تحسن بس أول شهر، الشهر الثاني بتشوف تحسن أكتر، من بعد الشهر الثالث بتشوف تحسن ملحوظ. فبحب أدي رينج بالنسبة لمشاكل علامات التقدم في السن من أول شهر للشهر الرابع. بس هي كمان ما قالتناش إيه المشكلة اللي عندها، بس يعني إيه. طيب عندنا دودي بتسأل عن فترة الحمل أثناء الحمل. أي من بعد الشهر الثالث تستخدم ماسي دروجولد، مفيش مشكلة. في حد بيقول أنا مش فاهم يعني إيه، هو بيقولك هو ينفع للوش العكر يعني إيه؟ أيوة. وفي يمكن يقصد الـ يعني الـ باهت بهتان أو اللي هو مش يعني لونه مش موحد يمكن معكر شوية. معكر هو بهتان وكده طبعا ينفع جدا مع الوش العكر. يمكن في سيدة برضو بتقولي أنا عندي عكش في وشي فماسي دروجولد ينفع، حسب كل واحد. حسب اللغة بقى بتاعته. بالظبط. فهو ينفع طبعا الوش العادة اللي هو مش موحد لونه. في الهام بتقولك يا دكتورة أنت اللي محلية ماسي. يا حبيبتي الهام تسلمي. ميرسي يا فندم. ايمان بتقول عندي كلف حمل من اخر ولاده، ممكن يعالج الكلف وامن على البشره؟ امن جدا جدا، ما حدش يخاف منه اطلاقا. مرخص من جميع الجهات، ملوش اي كونترا انديكيشنز، فانت بتستخدميه بيعالج كلف الحمل. وبرده بقول من بعد الشهر التالت بتشوفي تحسن ملحوظ. منى بتقول من فضلك هو بيعالج اثار حب الشباب زي حفر وندوب؟ طبعا بيعالج اثار حب الشباب وبيوحد لون البشره، ده الهدف الاساسي ماسي دروجولد، هو يعالج اثار حب الشباب والتصبغات والتجاعيد وشد الجلد. طب الندوب يا دكتوره دينا او الحفر دي الحفر بتتحسن ازاي بقى؟ بتتحسن بالكولاجين بيحسنها. وبالكافيار، الكافيار بيعلي مناعه الجلد فبيحصل تحسن. ولوش لما يتشد شويه بتهالي كمان دي هتتفرد.
هتتملي يعني هتتملي مع الكولاجين والسيراميد والهيلورونيك اسيد كمان. عشان في ناس كتير بتقول طب ازاي الحفر بتبقى حتت داخله لجوه غير الغمقان او مثلا تبقى في حته غامقه، فالحته اللي داخله جوه دي بتهيألي اوريدي ماسي بيحلي جدا الوش وبيعلي كواليتي الوش جدا. كله بروتينز وفيتامينز ومينرالز، فاكيد الحفر هتتحسن جدا. يعني مليان حاجات مليان وجبه غذائيه محترمه للوش. وعايزه اقول لك يا يمنى في يمكن سيدات كتير عندها انتفاخات تحت العين انتفاخات، فبتقولي انا عندي انتفاخات. بقول للسيدات لو انتخفت طبعا كتيره بنلجا لجراحه. ماسي بيقدر يشد شويه بيشد فبتبان احسن بتبان احسن. روان بتقول ينفع وعد ميك اب عليه؟ طبعا بنصح باستخدام الميك اب قبل ماسي بنصح باستخدام ماسي دورو جولد قبل الميك اب ضغطه واحده عشان يحمي من اختراق الميك اب للبشره. طيب حد بيقول بيبان نتيجه برده بعد قد ايه ويوضع كم مره باليوم ولبوتك في كم شهر؟ ارجو الرد للاهميه. النتيجه نتيجه النضاره من اول دهنه، نتيجه العلاجات من الشهر الاول بتشوف التحسن، للشهر الرابع بتشوف تحسن ملحوظ. العبوه بتكفي على الاقل 8 شهور. هنستخدمه كل يوم قبل ما ننام. كم مره ثلاث ضغطات؟ حلوه قوي، بتكفي الوش والرقبه. اوريدي الضغطه كثيفه جدا، فاحنا بنضغط ثلاث ضغطات على كف ايدينا. بنوزعه عكس الجاذبيه الارضيه. مهم قوي ان احنا نحط ماسي دروجول تحت عينينا، مناسب جدا تحت العين، نقط خفيفه طبطبه رايح جاي. ما ننساش الرقبه، الرقبه بيبان فيها كتير، عندهم رقبتهم يا يمنى اغمق من وشهم، بيبقى فيه شويه تصبغات او رينكلز، والرقبه من تحت لفوق برده عكس الجاذبيه الارضيه. طيب حد بيقول رشا بتقول لو وضعته بالليل ونمت وصحيت عادي اغسل وجهي؟ طبعا هنغسل وشنا مفيش مشكله. هي بتصحى من النوم بتشوف دهب على بشرتها اوريدي. البشره بالليل امتصت القدر الكافي، فبتصحي من النوم بتغسلي وشك مفيش اي مشكله. طيب محمد بيقول هل المنتج مستورد وهل يوجد ضمان او يعني وثبات حقيقه، وهل العبوه تكفي ام سنضطر لشراء اكثر من منتج؟ المنتج مستورد من ايطاليا، المصنع اللي صنع ماسي دروجولد واخد شهادات الايزو والجي ان بي، مصنع من اهم مصانع تحضير مستحضرات التجميل في اوروبا. ايه تاني يا يمنى؟ العبوه تكفي ام سنضطر لشراء اكثر من العبوه؟ كورس كامل بيكفي طبعا لعلاج كل علامات التقدم في السن. عايز طبعا تحافظ اكتر بتشتري تاني. يمكن بيقول لك هل يوجد ضمان؟ اولا مرخص من جميع الجهات، بلس ان في جوه العلبه بتبقى كارت صغير شهاده ضمان ان هو بيحتوي على جزيئات ذهب عيار 23 وان هو ميدن ايطالي. بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا حبيبتي دكتوره دينا. حلقتنا خلصت، بنشوفكم كل يوم الساعه 3 والاعاده بتبقى 8 صباحا. اي حد عايز يبعت سؤال يبعته على صفحتي الشخصيه، واي حد ما لحقش يتفرج على الحلقه في الهواء هيشوفها في الاعاده، ولو ما لحقش الاعاده هيشوفها على اليوتيوب. كل الحلقات موجوده. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.